هاي ايفريوان، ويلكم باك تو ماي شانل. سو توداي ان شاء الله غادي نشوفوا بعض التمارين اللي خاصين بهيومر، اليونيت ديال هيومر الفكاهه. سو ذا فيرست اكسرسايز از كلاسيفاي ذا ووردز ان ذا شارت بيلو. اذا غنحاولوا اننا نرتبوا هاد الكلمات هادو اللي عندنا في الجدول اسفل. سو هاد الجدول هذا شنو فيه؟ فيه بوزيتيف فيلينغز اور بوزيتيف ايموشنز، وفيه نيجاتيف ايموشنز او لا فيلينغز، يعني الاحاسيس الايجابيه والاحاسيس اللي سلبيه. هنا عندنا النونس وهنا عندنا الادجكتيفز، هنا النونس اند الادجكتيفز. سو هنا اي ثينك هادو كلهم از نونس، فما غاديش نكتبهم كلهم، غنكتبوا بعض منهم لي بوزيتيف وبعض منهم لي نيجاتيف، وغنديروا الادجكتيفز ديالو. سو بالنسبه لاول وورد واللي هي جوي، جوي يعني الفرحه. سو جوي غتكون بوزيتيف فيلينغز اند بوزيتيف ايموشنز. الادجكتيف ديالها هي joyful، joyful. anger، anger كما قلنا هي القلق، سواء تكون negative emotion اذا anger. الادجكتيف ديالها هي angry، angry. okay. بالنسبه لثاني حاجه واللي هي delight، delight كتعني الفرحة، so delight والبهجة، so راها positive feelings. الأدجكتيف ديالها هي delighted، delighted. yeah. despair، despair هو الإحباط، despair هو الإحباط، so يكون negative emotion despair. الأدجكتيف ديال despair هي dispirit. This spirit. Okay, so optimism rabaina, positive feeling. And then adjective dira hiya optimistic, yeah. Rabaina, kuna deja shfnata fi unit l'ulaniya gifts of youth, ida bla miksbha. Loneliness. Loneliness hiya lwahda. So hatkun negative emotions. Adjective hiya lonely. sadness واللي هي القلق، الادجكتيف هي sad هذه باينه. worry، worry هي القلق، سو غتكون نحاول نكتبوا هذه negative emotion or negative feeling worry. الادجكتيف ديالها هي worried. calm، calm يعني الهدوء، calm so calm. الادجكتيف ديالها كيبقى كما هو calm. cheerfulness، cheerfulness كتعني البهجة، so البهجة والفرحة، إذا غتكون positive feeling cheerfulness. الأدجكتيف ديالها هي cheerful. frustration هو الإحباط، frustration هو الإحباط، إذا غنكتبو هنايا negative emotion frustration. الأدجكتيف ديالها هي frustrated، ولا frustrated، يا yeah, frustrated. vivacity هي الحيوية، إذا نكتبو إذا vivacity الأدجكتيف ديالها هي enthusiasm هي الحماس، adjective ديالها هي enthusiastic، هذه ديجا شايفينها. satisfaction positive feeling، so هنا عندنا satisfaction adjective ديالها satisfied. yeah. عندنا merriment هي البهجة، fear هو الخوف، so غادي نكتبوها fear negative emotion. adjective ديالها هي fearful، fearful. واخر حاجة هي jubilation، jubilation كتعني هي الفرحة والبهجة. so دونك نكتفي غير بهادو، هذا بالنسبة للexercise number one. ندوز الآن للتمرين الثاني. قالك watch the following words to form collections. so هاد question is very important لأنها sometimes كتحط، يعني كيعطيوك أنك
دير لينا واحد collection. collection هي كلمة مركبة. سو كيعطيوك من هنا some words ومن هنا some words، وكيقول لك ربط بيناتهم باش انك تشكل collection، باش انك تشكل كلمة مركبة. سو اول حاجة نبداو عندنا هنايا sense of. sense of يعني كنعنيو بها حس. sense of سو شنو غيجي معاها؟ humor. sense of humor حس الفكاهة. إذن هذا بالنسبة الأول collection sense of humor. إذن قلنا sense of humor. بالنسبة لتاني حاجة feel. feel يعني شعور. إذن feel شنو؟ feel exhausted يعني كنحس بالإرهاق، إحساس بالإرهاق. feel جاية من feeling أحاسيس، كنا درناها في هذا اللي فات. feel silly. silly شنو قلنا؟ هي شي حاجه اللي سخيفه. سو كنقولوا silly jokes يعني نكت اللي هي بايخه وسخيفه. سو silly jokes. take يعني take شنو؟ take a break يعني خد واحد استراحه، قسط من الراحه. take a break. burst into اذا burst into laughter اذا ينفجر من الضحك. burst into laughter. burst into قراليها burst into laughter ينفجر من الضحك. burst into laughter. humorous yeah. humorous شنو غتجي معاها؟ comedians يعني كوميديون مضحكون. humorous comedians. have fun يعني استمتع. تقول شي واحد enjoy استمتع or have fun. تمرين ثالث fill into the blanks with the correct words from the list below. إذن هنا عندنا واحد الليستة فيها some words غنحاولوا أننا نكتبوهم في هاد السنتنس هادو باش نكملوا الجمل ديالنا. اوكي سو بالنسبة للجملة الأولى Kevin Hart is very talented American. Kevin Hart هو واحد الكوميدي. إذن هو واحد الكوميدي هو أول حاجة أمريكي موهوب. إذن شنو غتجي معاه؟ كوميديان. كوميديان إذن هو واحد الفكاهي أمريكي موهوب. إذن talented American comedian. comedian after class يعني من بعد القسم يعني من بعد ما كيقراو students يعني التلاميذ شنو students كياخدو استراحة. take a break. take a break هادي راها collection كنا شفناها. So take a break. take a break to feel fresh again باش انهم يحسوا براسهم يعني مرتاحين مرة اخرى. نكملوا. Mr. Kim is so cool. Mr. Kim يعني واحد الشخص اللي ظريف. He has a great sense of عنده شنو؟ sense of humor عنده واحد الحس الفكاهة. واحد الحس الفكاهة رائع. humor I am not serious. أنا لست جدية. I'm just شنو؟ actually صراحة. so I'm just kidding. أنا فقط أمزح معك. okay؟ أو لا أنا فقط أمزح. okay؟ صراحة أنا فقط أمزح. so I'm just kidding. actually your jokes are so يعني النكت ديالك هما شنو؟ إذا هنا humorous مضحكة جدا. so humorous they make me burst into laughter عفوا يعني كيخلوني burst into يعني انفجر من الضحك. burst into laughter إذن so humorous. ندوزو دابا للتمرين الرابع. put the words between brackets in the correct forms. هنايا ممكن تكتبوا silly yeah. your jokes are so silly يعني بايخة بزاف. ممكن نكتبو تا silly. اوكي سو بالنسبة لهاد التمرين هذا غنحاولو هاد الكلمات اللي عندنا بين قوسين نكتبوهم بالشكل الصحيح ديالهم. اذا باسو is very. باسو هو شكون؟ هنا عندنا humor. humor هي الفكاهة. اذا هنا خصنا نكتبو الادجكتيف. اذا humor الادجكتيف ديالها هي humorous. اذا هو واحد الفكاهي stand up comedian. Giving Hart's jokes are extremely إذن النكت ديال Giving Hart هما شنو؟ هنا fun. fun هي فكاهة. so funny adjective ديالها هي funny يعني فكاهيين بزاف.
don't be such a then هنايا don't be such a ما تكونش هنايا pessimism pessimism هي تشاؤم so ما تكونش متشائم pessimistic pessimistic ما تكونش متشائم ما تكونش person ما تكونش شخص متشائم in don't procrastinate voilà non هذه ان procrastinate يا ما تكونش يعني لا تؤجل العمل اليوم الى الغد هذه هي اللي كتعني procrastinate يعني تؤجل العمل اليوم الى الغد جملة الموالية money can't then المال can't be هنايا happy يعني ما كيخليكش هنايا happy الادجكتيف ديالها هي happiness many ديال هنايا many بزاف ديال هنايا loneliness حنا قصنا just lonely ديال هنايا lonely يعني بزاف ديال الناس الوحيدين عند هنايا depression هو الاكتئاب الا بغيت نقول مكتئب depressed prefer to spend their time in front of the TV اذا الناس اللي يحسوا بالوحده ومكتئبين كيفضلوا انهم يبقوا قدام التلفاز so دابا بالنسبه لاكسرسايز نمبر 5 fill in the blanks with the correct words from the list below اذا عندنا هاد ليست هادي فيها some words غنحاولوا حنا نكتبوهم في هاد الجمل هادو اللي كاينين هنايا اذا هنا عندنا kidding يعني شي حاجه مضحكه humorous فكاهي humor فكاهة break يعني استراحة fun فكاهة silly شي حاجة لي سخيفة impression تقليد and ridiculous يعني شي حاجة لي كتضحك أو لا مضحك okay شي شخص يكون مضحك إذا بالنسبة للجملة الأولى after one hour of work يعني من بعد ساعة ديال العمل students need to take يعني التلاميذ كيحتاجوا باش أنهم ياخدوا take شنو take a break أنهم ياخدوا استراحة so take a break to recharge with energy باش انهم يسترجعوا الطاقة ديالهم I'm not very serious انا ما جدياش when I said you feel it so انا ما جدية I was just انا فقط so kidding I'm just kidding actually انا فقط امزح to kid or to joke يعني كتعني انا امزح I kid or I joke انا امزح او انا ولا كنضحك معك The teacher has a great يعني هذا الأستاذ هذا عنده a great sense of عنده واحد حس الفكاهة so sense of humor sense of humor Basu is the most إذا Basu هو is the most شنو غادي نقولو فوالا is the most humorous Moroccan stand-up comedian إذا humorous Moroccan stand-up comedian Let's go out next Sunday and have then شنو have a fun with our friends نستمتعوا مع أصدقاء ديالنا okay so have fun the man who was doing Mr. Bean إذا voilà Mr. Bean نايا impression يعني هاد الشخص هذا اللي كيقلد Mr. Bean impression Mr. Bean impression كيقلد Mr. Bean is really اذا هو حقا really ridiculous اذا هو مضحك جدا so هذا ما كان الفيديو ديال اليوم شفنا some exercise خاصين بالهيومر واللي تيكونوا يعني في نفس المنهجيه ديالهم كيتحطوا في الامتحانات اوكي okay. so هذا ما كان في الفيديو هذا نتلاقى معكم في النيكست فيديو السلام عليكم